دابا الزيتون علاش ما كيول، علاش دابا كنجنيوه دابا؟ لان كاينين الشفاره. واش بنادم غير قاعد ما كيلقى ما كيدير كينوض؟ الراجل كيعول على الفدان ديالو، في التالي كينوض كيلقى والو، اذن كيعرف اشنو جرى، اذن كيشو التكعيه كيفوض امره للعالي العلو، وكيزيد نعم سيدنا الزيتون كيزولو باش بحرا يلقى ما يوكل. والسبب ديال الزيتون باش ما كيغلط شيء الامطار اللي ما كايناش. سبب الزيتون باش ما كيولدش لان بنادم ما كيخدمش، اما خدم تلقى وكل وشرب وداوي تلقى الزيتون قوي. كيجعل الزيتون ما كيعطيش روندمون ديال الزيت. الزيتون كيخصو حتى الشهر الثاني ديال شهر 11 عاد تقلع. ولكن شكون اللي خلانا حنا كنبادروا به دابا؟ كنحاولوا باش نوفروا يطرو. نعم سيدنا اللي كيجيو يشفروا ما كيخليونا ما نقبوا ما تفهمنا ولا؟ هادشي شكون اللي دايرو؟ دايره نعم سيدنا اول الفلاحه، دايرها الحكومه اللي ما كتعينش حتى الوقت الموظفين. ماشي انا كنهضرنيش كي موظفين، ما كيخصها منوع شي معصره تحل حتى لواحد الوقت يلحق له الاجل، عاد ديك الساعه تيديرو. واللي حصل كيخصو نعم سيدنا ماشي يعطيو عام ولا شهرين، كيخصو يضربوه فين يغبر باش ما باقيش واحد اخر يشفر. واني دابا انت كتقبضوا منه واحد اخر كيطلقوا من الهيه، اذا الزيت اللي كاينه كدير. ثانيا ملي كضرب الشتاء كيغلط الزيتون، ولو تا كتسقيه راه ما كيغلطش، ولكن ملي كينزل المطر ديال الله كيغلط. او هذا سميتو. اما الزيتون اللي كيولد ولا اللي ما كيولدش خدم تصور هذا العام وعام اخر. انطلق الموسم لجان الزيتون حتى دابا صفه رسميه، والحمد لله الصبر كاينه، كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى الرحمه باش يزيان الزيتون، لان راه كنلقاو معاه مشاكل ما كيخرجش 600%، لان كيخرج بحال العجينه. وراه حنا باش نسيروا المكب خدينا آلة عصرية جديدة 2017، آخر ما كاين في الإنتاج ديال لي ماشين، باش نواكبوا الموسم ديال جين الزيتون. والآن راه حنا كنخدموا بماكينة اللي كتخدم بلا ما باش نحاربوا هذا المشكل ديال المرج، ما يكونش عندنا إشكال ديال التلوث. والفيتور اللي تيخرج كتجي الشركة كتديه، الحمد لله تهنينا من المشكل ديال التلوث ديال المرج والنقل ديالو والمسائل ديالو، لأن خدينا آلة عصرية جديدة آخر ما كاين في الإنتاج ديال هاد المواكب. والحمد لله كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يرحمنا باش يكون الموسم إن شاء الله لجان الزيتون يكون يعني في المستوى اللي كنطلبوا كاملين. الزيتون إلا بغينا يعطينا إنتاج كيخصو قانون. أولا كيخصنا نحاربوا هاد بنادم اللي كيخون وكيخلي بنادم قراد بوحدو مغبون. ثانيا كيخص الخدمة تكون على جد مما يكون، كأنك كتربي صبي من الصبيان. الزيتون كيخصك إلا بغيتي تنتج كيخصك تخدم وتخليه مبهج، كيخص الورقة تكون مسرحة، يكون حارب من الأمراض، يكون حارب من البرجون، يكون حارب من بزاف إلا بغيتي باش غادي تصور. واللهم لك الحمد حنا في واحد الوطن ماهر، الدوق ديالو معتبر، طبيعة ديالو ورد ونوار. ونطلب الله ينصر سيدي محمد البطل المغوار، هو اللي راه حامي جميع الأسر، وهو اللي محارب جميع كل مدينة وكل دوار. الجودة في الزيت، ودابا الثمن ديال الزيتون دابا حاليا كيتراوح بين 5 دراهم حتى 6 دراهم، والجودة ديال الزيت مزيانة، خصنا غير رحمة الله سبحانه وتعالى. وحنا راه حنا راحنا غادي نتلاد المخطط الأخضر ديال المغرب اللي قام به المغرب، راه تضاعف غرس أشجار الزيتون، هي شجرة مباركة من الله سبحانه وتعالى. والمواطن المغربي حاليا ولا كياكل جودة ديال الزيت، لأنه ولا لي ماشين اللي كاينين دابا الحمد لله كلشي أليمونتير، كلشي إينوكس، وكتوفر يعني جودة ديال الزيت. يعني المواطن المغربي حاليا ولا كياكل أرفع زيت الزيتون. وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يرحمنا برحمته باش يكون الموسم الفلاحي ديال الان ولا السنه المقبله يكون ان شاء الله يكون على احسن المستوى ان شاء الله.